بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. سمع الشريعة كمل. أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين، أما بعد، فقال الإمام أبو بكر الأجري رحمه الله تعالى في كتاب الشريعة الجزء السادس، بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين، قال محمد بن الحسين رحمه الله: حسبنا الله ونعم الوكيل، والحمد لله على كل حال. قد ذكرنا ما احتججنا به من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرد على القدرية، وأنا أذكر ما روي عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن الصحابة أجمعين من ردهم على القدرية على معنى الكتاب والسنة، ثم أذكر عن التابعين لهم بإحسان وعن أئمة المسلمين من ردهم على القدرية وتحذيرهم للمسلمين سوء مذاهبهم. باب ذكر ما تأدى إلينا عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما من ردهما على القدرية وإنكارهما عليهم. قال: أخبرنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عمن أخبره عن عبد الله بن شداد قال: قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: إن الله تعالى خلق الخلق فجعلهم نصفين، فقال لهؤلاء أدخلوا الجنة، وقال لهؤلاء أدخلوا النار ولا أبالي. هذا المعنى صحيح، لكن فيه مبهم، رجل مبهم. قال: إسناده ضعيف، فيه الواسطة بين عمرو بن دينار وعبد الله بن شداد مجهول، وبقية رجاله ثقات. نعم، والمعنى صحيح، إن الله خلقهم، معناه جاء معنى في الحديث الآخر: خلق هؤلاء الجنة ولا أبالي، وهؤلاء النار ولا أبالي. نعم. السلام عليكم. قال: حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا يحيى بن زكريا عن موسى بن عقبة عن أبي الزبير وعن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر: يا أبا بكر، إن الله تعالى لو لم يشأ أن يعصى ما خلق إبليس. قال: أخبرنا الفريابي قال حدثنا إبراهيم بن الحجاج السامي قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا خالد الحذاء عن عبد الأعلى بن عبد الله عن عبد الله بن الحارث بن نوفل قال: خطبنا عمر رضي الله عنه بالجابية والجاثليق الجاثليق. أحسن الله إليكم. قال في الحاشية: الجاثليق لقب كبير من أمراء الروم. حدثنا بالجاثية إيش؟ والجاثليق ماثل بين يديه. طيب، على نفس أصل كلمة الكاثوليك. أحسن عليكم. كبير من إيش؟ والجاثليق ماثل بين يديه، لقب عظيم من الروم، لقب كبير من أمراء الروم. طيب. نعم. في تاج العروس قال هو رئيس للنصارى في بلاد الإسلام. إيه، حدث أبو بكر وهذا الكبير أمامه، شو هو حدثنا؟ قال: خطبنا عمر رضي الله عنه بالجابية والجاثليق ماثل بين يديه والترجمان يترجم. بالجابية إيش؟ في الشام. الجابية قال في اللغة الحوض الذي يجبى فيه الماء للإبل، وهي قرية من أعمال دمشق. نعم. والترجمان يترجم: فقال عمر: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. فقال الجاثليق: إن الله لا يضل أحدا. فقال عمر: ما يقول؟ فقال الترجمان: لا شيء. ثم عاد في خطبته، فلما بلغ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، فقال الجاثليق: إن الله لا يضل أحدا. معتزلة الجاثليق، على مذهب المعتزلة. نعم. فقال عمر: ما يقول؟ فأخبره، فقال: كذبت يا عدو الله، ولولا عهدك لضربت عنقك، بل الله خلقك والله أضلك، ثم الله يميتك ثم يدخلك النار إن شاء الله. ثم قال: إن الله تعالى لما خلق آدم نثر ذريته فكتب أهل الجنة وما هم عاملون، وأهل النار وما هم عاملون، ثم قال: هؤلاء لهذه وهؤلاء لهذه. طيب.
نعم. السلام عليكم. الحديث الذي قبله إن الله تعالى لو لم يشأ أن يعصى ما خلق إبليس مرفوع، قال ابن جوزي حديث موضوع بلا شك، والمتهم به يحيى أبو زكريا. إيش قال أول حديث؟ الله يسليك. أنا نبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر. عن جابر؟ إيه، عن جابر. إيه. أنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر. صار مرفوع، معناه كذا ما اللي ذكرنا بيذكر على الصحابة فقط. إيه، هذا حديث مرفوع. مرفوع نعم. لكنه موضوع. نعم، قال ابن جوزي موضوع. متهم به يحيى. لو أراد الله ألا يعصى ما خلق. ما خلق إبليس. قال قال ابن عدي كان يضع الحديث. كان صلى الله. ابن عدي من هو؟ ابن عدي عقيلي صح؟ لا لا لا، من هو؟ يحيى بن زكريا. يحيى بن زكريا نعم. نعم. أحسن الله إليكم. قال في الحاشية تعليقا على الأثر السابق، قال في هذا دلالة على أن بدعة القول بالقدر جاءت من خارج البيئة الإسلامية. هذا كذا، هذا الكبير على طريقة المعتزلة. قال وقد كان الناس تذاكر القدر فافترق الناس وما يذكره أحد. قال وأخبرنا الفريابي قال حدثنا وهب بن بقية الواسطي قال أخبرنا خالد وهو ابن عبد الله عن خالد وهو ابن مهران الحذاء أبو المنازل عن عبد الله بن عبد الأعلى عن عبد الأعلى بن عبد الله عن عبد الله بن الحارث بن نوفل قال خطبنا عمر رضي الله عنه بالجابية والجاث ليق بين يديه والترجمان يترجم، فقال عمر من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وذكر الحديث إلى آخره. قال محمد بن الحسين وقد ذكرنا عن عمر وعلي رضي الله عنهما حديثهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في القدر، وهو أصل كبير مما يرد به على القدرية الأشقياء. وقد روي عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أنه كان يعلم الناس إثبات القدر وأن الله تعالى خلق الخلق شقيا وسعيدا. قال حدثنا أبو بكر ابن أبي داود قال حدثنا محمد بن وزير الواسطي قال حدثنا نوح بن قيس الطاحي عن سلامة الكندي قال كان علي رضي الله عنه يعلم الناس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول قولوا اللهم داحي المدحوات وباري المسموكات وجبار القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها، اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك ورأفة تحيتك على محمد عبدك ورسولك، وذكر الحديث بطوله. قال علي قال كان علي رضي الله عنه يعلم الناس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول قولوا اللهم داحي المدحوات وباري المسموكات. باري المسموكات. المسموكات نعم. قال في الحاشية أي السماوات السبع. طيب. وجبار القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها، اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك ونوامي نعم بالميم نعم نعم ونوامي بركاتك ورأفة تحيتك على محمد عبدك ورسولك، وذكر الله الحديث بطوله. اللهم صل وسلم. قال إسناده ضعيف فيه علتان الإرسال والجهالة. طيب وش الشاهد منه؟ يعني عطفنا على الحديث السابق يعني ولا كيف؟ ما جاء الشاهد. ها؟ وجبار القلوب على فطرتها شقيها وسعيدة. قال وأخبرنا أبو الحسن علي بن إسحاق ابن زاطية قال حدثنا زاقية بالطاء أحسن زاطية نعم. قال حدثنا محمد بن الوزير الواسطي قال حدثنا نوح بن قيس فذكر الحديث بإسناده مثله. أخبرنا قال وأخبرنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا عبد العزيز وهو ابن أبي سلمة قال أخبرنا عبيد الله بن عبد الرحمن بن كعب بن مالك في حديث رفعه إلى علي رضي الله عنه قال ذكر عنده القدر يوما قال فأدخل إصبعيه في فيه السبابة والوسطى قال فأخذ بهما من ريقه فرقم بهما في ذراعه ثم قال أشهد أن هاتين الرقمتين كانتا في أم الكتاب.
قال وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا أيوب شيخ لنا قال حدثنا إسماعيل بن عمرو البجلي قال حدثنا عبد الملك بن هارون بن عنترة عن أبيه عن جده قال أتى رجل علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال أخبرني عن القدر قال طريق مظلم فلا تسلك. قال إيش عمن عن قال حدثنا عبد الملك بن هارون بن عنترة عن أبيه عن جده قال أتى رجل علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال أخبرني عن القدر قال طريق مظلم فلا تسلك. قال أخبرني عن القدر قال سر الله فلا تكلف. قال ثم ولى الرجل غير بعيد. ايش قال سر الله فلا تكلفه؟ لكن قبله الله سيليك هنا بحر. قال أخبرني عن القدر قال بحر عميق فلا تلج. هذه سقطت عندي. قال بحر عميق فلا تلجه. نعم. هذا قال أخبرني عن القدر قال سر الله فلا تكلف. فلا تكلفه. نعم أحسن الله. قال ثم ولى الرجل غير بعيد ثم رجع فقال لعلي في المشيئة الأولى أقوم وأقعد وأقبض وأبسط. فقال له علي رضي الله عنه إني سائلك عن ثلاث خصال ولن يجعل الله لك ولا لمن ذكر المشيئة مخرجا. أخبرني أخلقك الله تعالى لما شاء أو لما شئت؟ قال بل لما شاء. قال أخبرني أفتجيء يوم القيامة كما شاء أو كما شئت؟ قال لا بل كما شاء. قال فأخبرني أخلقك كما شاء أو كما شئت؟ قال لا بل كما شاء. قال فليس لك من المشيئة شيء. لا. قال محمد بن الحسين من خالف هؤلاء خولف به عن طريق الحق. من خالف هؤلاء خولف به عن طريق الحق. هؤلاء أصحاب التابعين. نعم. قال وأخبرنا الفريابي قال حدثنا إسحاق بن راهوية قال أخبرنا أبو عامر العقدي قال حدثنا هشام بن سعد عن سعيد بن أبي هلال عن أبي الأسود الدؤلي قال قدمت البصرة وبها عمران بن حسين رضي الله عنه وفيها وبها عمران بن حسين رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلست في مجلس فذكروا القدر فأمرضوا قلبي فأتيت عمران بن حسين فقلت يا أبا نجيد إني جلست مجلسا فذكروا القدر فأمرضوا قلبي فهل أنت محدثي عنه؟ فقال نعم. تعلم أن الله عز وجل لو عذب أهل السماوات وأهل الأرض لعذبهم حين يعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته أوسع لهم، ولو كان لك مثل أحد ذهبا فأنفقته ما تقبل منك حتى تؤمن بالقدر كله خيره وشره، وستقدم المدينة فتلقى بها أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود. قال فقدمت المدينة فجلست في مجلس فيه عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب، فقلت لأبي أصلحك الله إني قدمت البصرة فجلست في مجلس فذكروا القدر فأمرضوا قلبي فهل أنت محدثي عنه؟ فقال نعم. تعلم أن الله تعالى لو عذب أهل السماء وأهل الأرض لعذبهم حين يعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته أوسع لهم، ولو كان لك مثل أحد ذهبا فأنفقته ما تقبل منك حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. ثم قال يا أبا عبد الرحمن حدث أخاك، فحدثني بمثل ما حدثني به أبي بن كعب. قال وأخبرنا الفريابي قال حدثني ميمون بن الأصبغ النصيبي قال حدثني أبو صالح عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح أن أبا الزاهرية حدثه عن كثير بن مرة عن ابن الديلمي يعني عبد الله بن الديلمي أنه لقي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فقال له إني شككت في بعض أمر القدر فحدثني لعل الله تعالى أن يجعل لي عندك فرجا. قال نعم يا ابن أخي، إن الله تعالى لو عذب أهل السماء وأهل الأرض عذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته إياهم خيرا لهم من أعمالهم، ولو أن لامرئ مثل أحد ذهبا ينفقه في سبيل الله حتى ينفده
لم يؤمن بالقدر خيره وشره ما تقبل منه، ولا عليك أن تأتي عبد الله بن مسعود. فذهب ابن الديلمي إلى عبد الله بن مسعود فقال له مثل مقالته لسعد، فقال له مثل ما قاله سعد، وقال له ابن مسعود ولا عليك أن تلقى أبي بن كعب. فذهب ابن الديلمي إلى أبي بن كعب فقال له مثل مقالته لابن مسعود، فقال له أبي مثل مقالته مثل مقالة صاحبيه، وقال له أبي ولا عليك أن تلقى زيد بن ثابت. فذهب ابن الديلمي إلى زيد بن ثابت فقال له إني شككت في بعض القدر فحدثني لعل الله أن يجعل لي عندك منه فرجا. قال زيد نعم يا ابن أخي، إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى لو عذب أهل السماء وأهل الأرض عذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو أن لامرئ مثل أحد ذهبا ينفقه في سبيل الله حتى ينفده لا يؤمن بالقدر خيره وشره دخل النار. قال وأخبرنا الفريابي قال حدثنا من جاب بن الحارث قال أخبرنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن الحارث قال قال عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه لا يذوق عبد طعم الإيمان حتى يؤمن بالقدر كله وبأنه مبعوث من بعد الموت. عن عبد الله عبد الله مسعود شيء قبله عن الحارث قال قال عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه لا يذوق عبد طعم الإيمان حتى يؤمن بالقدر كله وبأنه مبعوث من بعد الموت. الله. قال وأخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن المسعودي عن معن قال قال عبد الله يعني ابن مسعود ما كان كفر بعد نبوة إلا كان معه التكذيب بالقدر. قال وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري قال حدثنا محمد بن سليمان لوين قال حدثنا حماد بن زيد عن مطر الوراق قال حدثني عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال لما تكلم معبد الجهني بما تكلم فيه في شأن القدر فأنكرنا ما جاء به فحججت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حجة، فلما قضينا نسكنا قال أحدنا لصاحبه مل بنا إلى طريق المدينة أو لو ملت بنا إلى المدينة، فلقينا بها من بقي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألناهم عما جاء به معبد، فملنا إلى المدينة فدخلنا المسجد ونحن نؤم أبا سعيد أو ابن عمر، فإذا ابن عمر قاعد فاكتنفناه، فقدمني حميد للمسألة وكنت أجرأ على المنطق منه، فقلت يا أبا عبد الرحمن إن قوما قد نشأوا بالعراق وقرأوا القرآن وتفقهوا في الدين يقولون لا قدر، قال فإذا لقيتموهم فقولوا لهم إن ابن عمر منهم بريء وهم منه براء، لو أنفقوا ما في الأرض ذهبا ما تقبل منهم حتى يؤمنوا بالقدر، وذكر الحديث بطوله. قال وأخبرنا الفريابي قال حدثنا محمد بن عبيد بن حساب قال حدثنا حماد بن زيد وذكر الحديث بطوله مثله. قال وحدثنا الفريابي قال حدثنا إسحاق بن راهوية قال أخبرنا النضر بن شميل قال حدثنا كهمس بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر. قال الفريابي وحدثني عن محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت كهمسا يحدث عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر قال جميعا كان أول من قال في هذا القدر في البصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن حاجين أو معتمرين، وذكر الحديث بطوله وقد ذكرناه في غير هذا الموضع. قال وأخبرنا الفريابي قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي نعامة السعدي قال كنا عند أبي عثمان النهدي فحمدنا الله تعالى وذكرناه، فقلت لأنا بأول هذا الأمر أشد فرحا مني بآخره، فقال ثبتك الله. من القائل هذا؟ محمد. كنا عند أبي عثمان النهدي فحمدنا الله تعالى وذكرناه، فقلت من القائل؟ عن أبي نعامة السعدي. قال كنا عند أبي عثمان النهدي فحمدنا الله تعالى وذكرناه، فقلت لأنا بأول هذا الأمر أشد فرحا مني بآخره.
فقال ثبتك الله، كنا عند سلمان فحمدنا الله عز وجل وذكرناه، فقلت لأنا بأول هذا الأمر أشد فرحا مني بآخره. فقال سلمان ثبتك الله، إن الله تعالى لما خلق آدم مسح على ظهره فأخرج منه ما هو ذارئ إلى يوم القيامة. ما هو ذارئ إلى يوم القيامة؟ هو إيش؟ ذارئ. ذارئ بالهمس في الآخر. نعم الخالق نعم. فأخرج منه ما هو ذارئ إلى يوم القيامة، فخلق الذكر والأنثى والشقوة والسعادة والأرزاق والآجال والألوان، فمن علم السعادة فمن علم السعادة فعل الخير ومجالس الخير. فمن فعل السعادة فمن علم السعادة فعل الخير ومجالس الخير، ومن علم الشقوة فعل الشر ومجالس الشر. فمن علم السعادة فعل الخير ومجالس الخير، أو فمن علم السعادة فعل الخير ومجالس الخير، ومن علم الشقوة فعل الشر ومجالس الخير. من علامة إيش؟ فمن علم السعادة فعل الخير. وإنه في عيسى وإنه لعلم للساعة وعلم نعم. ومن علم الشقوة فعل الشر ومجالس الشر. فمن إيش؟ فمن علم الخير. فمن علم السعادة فعل الخير ومجالس الخير، ومن علم الشقاوة فعل الشر ومجالس الشر. قال وأخبرنا الفريابي قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه قال حدثنا أبو عثمان أنه سمع عبد الله أو سلمان ولا أراه إلا سلمان قال إن الله خمر طينة آدم عليه السلام 40 ليلة أو 40 يوما ثم ضرب بيديه فيه فخرج كل طيب في يمينه وكل خبيث في يده الأخرى، ثم خلط بينهما قال فمن ثم يخرج الحي من الميت والميت من الحي، أو كما قال. قال وأخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو مروان عبد الملك بن حبيب المصيصي قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن سلمان رضي الله عنه أنه قال إن الله خمر طينة آدم عليه السلام 40 يوما أو 40 ليلة، فذكر الحديث فقال فيه عن سلمان وحده. فذكر الحديث عن سلمان رضي الله عنه قال إن الله خمر طينة آدم عليه السلام 40 يوما أو 40 ليلة، فذكر الحديث فقال فيه عن سلمان وحده. قال وأخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الحجاج الأودي قال قلت لسلمان ما قول الناس حتى تؤمن بالقدر خيره وشره؟ قال حتى تؤمن بالقدر، تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، ولا تقول لو فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولو لم أفعل كذا وكذا لم يكن كذا وكذا. الحجاج الأزدي رحصلك عندنا رحصلك حاشية عن أبي الحجاج الأودي كذا، قالوا في الأصل الأودي والصواب الأزدي كما في القدر الفريابي. الصواب الحجاج الأزدي. ليش؟ بالزاي الأزدي؟ نعم. إيه؟ هنا وما هنا في الأصل فقال الأودي. شو؟ وهو جابه من طريق الفريابي، وفعند الفريابي الأزدي. أزدي. طيب وشو؟ مرجع؟ هذا تحقيق لأسليك. طيب. هو المصنف يرويها من طريق الفريابي. فأبردها بالواو، وأما الفريابي نفسه في القدر لما أخرجها بالزاي. طيب مش بعده. حسن الله عليكم. قال وأخبرنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد عن محمد بن عجلان عن سعيد المقبوري عن أبيه عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه قال خلق الله الأرض يوم الأحد والاثنين وقدر فيها أقواتها وجعل فيها رواسي من فوقها يوم الثلاثاء والأربعاء،
ثم استوى إلى السماء وهي دخان فخلقها يوم الخميس ويوم الجمعة وأوحى في كل سماء أمرها وخلق آدم في آخر ساعة من يوم الجمعة على عجل ثم تركه 40 يوما ينظر إليه ويقول تبارك وتعالى فتبارك الله أحسن الخالقين ثم نفخ فيه من روحه فلما دخل في بعضه الروح ذهب ليجلس فقال الله تعالى خلق الإنسان من عجل فلما تتابع فيه الروح عطس فلما تتابع فيه الروح عطس فقال الله تعالى قل الحمد لله فقال الحمد لله فقال الله تعالى رحمك ربك ثم قال له اذهب إلى أهل ذلك المجلس من الملائكة فسلم عليهم ففعل فقال هذه تحيتك وتحية ذريتك ثم مسح ظهره بيديه فأخرج فيهما من هو خالق من ذريته إلى أن تقوم الساعة ثم قبض يديه ثم قال ثم قال اختر يا آدم فقال اخترت يمينك يا رب وكلتا يديك يمين فبسطها فإذا فيها ذريته من أهل الجنة فقال من هؤلاء يا رب قال هم من قضيت أن أخلق من ذريتك من أهل الجنة إلى أن تقوم الساعة هم من قضيت أن أخلق من ذريتك من أهل الجنة إلى أن تقوم الساعة فإذا فيهم من له وبيص فقال ومن هؤلاء يا رب قال هم الأنبياء قال فمن هذا الذي كان له وبيص قال هو ابنك داود قال فكم جعلت عمره قال 60 سنة قال فكم عمري قال 1000 سنة قال فزده يا رب من عمري 40 سنة قال إن شئت قال فقد شئت قال إذن تكتب وتختم ولا يبدل ثم رأى في آخر كف الرحمن تبارك وتعالى منهم آخر له فضل وبيص فقال من هذا يا رب قال هذا محمد هو آخرهم وأولهم أدخله الجنة فلما أتى ملك الموت ليقبض نفسه قال هذا محمد هو آخرهم وأولهم أدخله الجنة فلما أتى ملك الموت ليقبض نفسه قال إنه قد بقي من عمري 40 سنة قال أولم تكن وهبتها لابنك داود قال لا قال فنسي آدم فنسيت ذريته وعصى آدم فعصت ذريته وجحد آدم فجحدت ذريته وذلك أول يوم أمر بالشهود. أحسن الله إليكم. قال وأخبرنا الفريابي باقي ما طويل ها؟ نعم طويلة. طيب هذا حديث مستقل تبدأ فيه. نعم حديث أبي بن كعب. ها حديث من؟ أبي بن كعب في قوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريته. طيب فعل حساب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين وبعد قدمنا. نعم السلام عليكم. قال الحافظ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله كما في التعليقات الملاح على تهذيب مقدمة ابن الصلاح النوع 41 معرفة الأكابر الرواة عن الأصاغر. ومن الفائدة فيه أن لا يتوهم كون المروي عنه أكبر وأفضل من الراوي. ألا يتوهم كون المروي عنه أكبر وأفضل من الراوي نظرا إلى أن الأغلب كون المروي عنه كذلك فيجهل بذلك منزلتها. وقد صح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم. ثم إن ذلك يقع على أضرب منها أن يكون الراوي أكبر سنا وأقدم طبقة من المروي عنه كالزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري في روايتهما عن مالك مثل رواية الزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري في روايتهما عن مالك
ومنها أن يكون الراوي أكبر قدرا من المروي عنه بأن يكون حافظا عالما، والمروي عنه شيخا راويا فحسب، كمالك في روايته عن عبد الله بن دينار. قلتم حسن أحفظ الله أحسن الله عليكم، لا حرج في أن يكون الكبير عن الصغير، لا حرج في أن يروي الكبير عن الصغير، فالعلم مشاع، والحافظ يروي عمن هو أقل منه، ولهذا يقول أو يقال لعلها لا ينبل الرجل حتى يروي عمن هو أقل منه وأكبر منه ومن هو مثله، فالحكمة ضالة المؤمن. قال الماتن: ومنها أن يكون الراوي أكبر من الوجهين جميعا، وذلك كرواية كثير من العلماء والحفاظ عن أصحابهم وتلامذتهم، كعبد الغني الحافظ في روايته عن محمد بن علي الصوري، ونظائر ذلك كثيرة. قلت أحسن عليكم، وقد يروي الشيخ عن تلميذه لا حرج، وكم من تلميذ فاق شيخه. أحسن عليكم. ويندرج تحت هذا النوع ما يذكر من أول ما قرأت شكل التنبيه نوع الأول الله يسيرك، لا حرج في أن يروي الكبير عن الصغير، فالعلم مشاع. لا لا آخر أول قد يروي الشيخ عن تلميذه لا حرج. أول ما قرأت النوع إيش؟ النوع 41، معرفة الأكابر الرواة عن الأصاغر. إيش بعده؟ ومن الفائدة فيه لا يتوهم كون المروي عنه أكبر وأفضل من الراوي. ومن الفائدة؟ لا يتوهم كون المروي عنه أكبر وأفضل من الراوي، نظرا إلى أن الأغلب كون المروي عنه كذلك، فيجهل بذلك لعلها منزلتهما. نعم منزلتهما. يعني لا حرج، يعني ما يلزم أن يكون الراوي أقل من المروي عنه. نعم صلى الله عليكم. طيب نعم. قال: ويندرج تحت هذا النوع ما يذكر من رواية الصحابي عن التابعي. نعم. وكذلك رواية التابعي عن تابع التابعي والله أعلم. النوع الثاني والأربعون: معرفة المدبج وما عداه من رواية الأقران بعضهم عن بعض. وما عداه من رواية الأقران. نعم. بعضهم عن بعض. قلتم في الحاشية صلى عليكم المدبج هو رواية الأقران بعضهم من بعض. هو رواية الأقران بعضهم عن بعض. نعم بعضهم عن بعض، والأقران يعني الزملاء المتساوون، لأن الرواة أحيانا يروون الحديث عمن هو فوقهم يروي عن شيخه، فهذا رواية تلميذ عن شيخه. لأن الرواة أحسن عليكم، لأن الرواة أحيانا يروون الحديث عمن هو فوقهم يروي عن شيخه، فهذا رواية التلميذ عن شيخه. وأحيانا يروي الشيخ عن تلميذه، فهذه رواية الأكابر عن الأصاغر. وأحيانا تكون رواية الأقران بعضهم عن بعض، أي زملاء في حلقة واحدة يروي بعضهم عن بعض. طيب. السلام عليكم. قال الماتن: وهم المتقاربون في السن والإسناد، وربما السن والإسناد. السلام عليكم. وربما اكتفى الحاكم أبو عبد الله فيه بالتقارب في الإسناد، وإن لم يوجد التقارب في السن. اعلم أن رواية القرين عن القرين تنقسم، فمنها المدبج وهو أن يروي القرينان كل واحد منهما عن الآخر. قلت بحسن عليكم، رواية الأقران الزملاء المتساوون في السن أو في الإسناد أو في الطلب، يعني كل واحد يروي عن الآخر، محمد وعلي زميلان، فمحمد يروي عن علي وعلي يروي عن محمد، هذا يقال له مدبج، يروي كل واحد منهما عن الآخر. قال الماتن: مثاله في الصحابة عائشة وأبو هريرة رضي الله عنهما، روى كل واحد منهما عن الآخر. وذكر الحاكم في هذا رواية أحمد بن حنبل عن عبد الرزاق، ورواية عبد الرزاق عن أحمد، وليس هذا بمرضي. قلتم أحسن عليكم، ليس بمرضي التمثيل برواية أحمد عن عبد الرزاق. نعم. ليس بمرضي التمثيل برواية أحمد عن عبد الرزاق، وعبد الرزاق عن أحمد، لأنه ليس من الأقران، فلا ينطبق عليهما التدبيج، وإنما مثاله عائشة وأبو هريرة. أحسن عليكم.
نعم، ومنها غير المدبج، وهو أن يروي أحد القرينين عن الآخر ولا يروي الآخر عنه فيما نعلم، مثاله رواية سليمان التيمي عن مسعر وهما قرينان، ولا نعلم لمسعر رواية عن التيمي، ولذلك أمثال كثيرة والله أعلم. النوع الثالث والأربعون، معرفة الإخوة والأخوات من العلماء والرواة. وقد صنف بعض العلماء مؤلفات في رواية الإخوة والأخوات حتى لا يلتبس الروايات بعضها ببعض ويتميز هذا عن هذا، قد يكون أحد الأخوين ثقة والآخر ضعيف، فرواية الإخوة عن الأخوات فيها تمييز بعضها عن بعض. هذا كلامكم في الحاشية الله يحسن، كلامكم في الحاشية الله يحسن في تعريفة، في الكلام على قوله معرفة الإخوة والأخوات من العلماء والرواة، قلتم أحسن عليكم. وقد صنف بعض العلماء مؤلفات في رواية الإخوة والأخوات حتى لا يلتبس الروايات بعضها ببعض ويتميز هذا عن هذا، قد يكون واحد الأخوين ثقة والآخر ضعيف، فرواية الإخوة عن الأخوات، فرواية كذا الإخوة عن الأخوات فيها تمييز بعضهما عن بعض، لعلها فرواية الإخوة والأخوات، نعم لا عن يعني الأخوة والأخوات، نعم. عليكم. قال الماتن: وذلك إحدى معارف أهل الحديث المفردة بالتصنيف. وذلك إحدى معارف أهل الحديث المفردة بالتصنيف. نعم. صنف فيها علي بن المديني وأبو عبد الرحمن النسوي وأبو العباس السراج وغيرهم. فمن أمثاله الأخوين من الصحابة. نعم، فمن أمثلتي رح سيليك فمن أمثلتي نعم فمن أمثلة الأخوين من الصحابة عبد الله بن مسعود وعتبة بن مسعود، وهما أخوان. ومن التابعين عمرو بن شرحبيل أبو ميسرة وأخوه أرقم ابن شرحبيل. ومن أمثلة ثلاثة الإخوة سهل وعباد وعثمان بن حنيف، إخوة ثلاثة. ومن أمثلة الخمسة آدم بن عيينة وعمران بن عيينة ومحمد بن عيينة وسفيان بن عيينة وإبراهيم بن عيينة، حدثوا عن آخره. ما شاء الله فيهم بركة. ومثال الستة أولاد سيرين، ستة تابعيون. أولاد سيرين، ها؟ والد محمد بن سيرين. ومثال الستة أولاد سيرين ستة تابعيون، وهم محمد وأنس ويحيى ومعبد وحفصة وكريمة. قلت: وقد روي عن محمد عن يحيى عن أنس، وقد روي عن محمد عن يحيى عن أنس عن أنس بن مالك. نعم، عن أنس عن أنس بن مالك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لبيك حقا حقا تعبدا ورقا. وهذه غريبة عايا بها بعضهم فقال: أي ثلاثة إخوة، أي ثلاثة إخوة روى بعضهم عن بعض. هذه إيش؟ وهذه غريبة. غريبة، نعم. نعم، عايا بها في الحاشية قلتم، أي جعلها لغزا. نعم. فقال: أي ثلاثة إخوة روى بعضهم عن بعض. يعني محمد عن يحيى عن أنس أولاد. في رواية واحدة. في رواية واحدة. صحيح. هذه من النوادر. نعم. أحسن عليكم. ومثال السبعة. النعمان بن مقرن وإخوته معقل وعقيل وسويد وسنان وعبد الرحمن، وسابع لم يسمى لنا، بنو مقرن المزنيون سبعة إخوة، هاجروا وصحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشاركهم فيما ذكره ابن عبد البر وجماعة في هذه المكرمة غيرهم. ما هي؟ إنهم سبعة هاجروا وآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وهاجروا وصحب الرسول. وهاجروا، نعم، صاحبوا. هاجروا وصاحب الرسول وإيش؟ نعم، وقد قيل إنهم شهدوا الخندق كلهم. سيقول هاجروا وصاحب الرسول وإيش بعده؟ أي الله يحسن إليكم، قال هاجروا وصاحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، منقب عظيم، نعم. الله أكبر. وقد قيل إنهم شهدوا الخندق. أسرة مباركة، نعم. الله أكبر. وقد قيل إنهم شهدوا الخندق كلهم. وقد يقع في الإخوة ما فيه خلاف في مقدار عددهم. في مقدار عددهم. نعم. ولم نطول بما زاد على السبعة لندرته ولعدم. ولم نطول بما زاد على السبعة لندرته. وإلا فيوجد يعني. نعم. ولعدم الحاجة إليه في غرضنا ها هنا
والله أعلم. نعم. السلام عليكم. النوع الرابع والأربعون معرفة رواية الآباء عن الأبناء. قلتم في الحاشية يسمى رواية الأكابر عن الأصاغر. وللخطيب الحافظ في ذلك كتاب روينا فيه عن العباس بن عبد المطلب عن ابنه الفضل. العباس بن عبد المطلب عن ابنه الفضل رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين بالمزدلفة. وروينا فيه عن معتمر بن سليمان التيمي قال حدثني أبي قال حدثتني حدثتني أنت عني. نعم. هذه رواية الآباء عن الأبناء. نعم. قال حدثتني أنت عني عن أيوب عن الحسن قال ويح كلمة رحمة وهذا طريف يجمع أنواعا. وآخر هذا طريف. نعم يجمع أنواعا. ما هي الأنواع؟ من حدث ونسي. ورواية الأكابر عن الأصاغر والأبناء عن الأباء عن الأبناء. نعم. والأبناء عن الآباء. إنه ابنه يروي عنه وهو روى عن ابنه فنسي. فهذه نعم صحيح. ثلاثة أنواع. نعم. صلى الله عليكم. وآخر ما رويناه من هذا النوع وأقربه عهدا ما حدثنيه أبو المظفر عبد الرحيم بن الحافظ أبي سعد المروزي رحمهما الله بها من لفظه قال أنبأني والدي عني فيما قرأت بخطه. قال حدثني ولدي أبو المظفر عبد الرحيم من لفظه وأصله فذكر بإسناده. أبو المظفر. نعم. قال أبو المظفر عبد الرحيم ابن الحافظ أبي سعد المروزي رحمهما الله قال بها من لفظه قال أنبأني والدي عني فيما قرأت بخطه. قال حدثني ولدي أبو المظفر عبد الرحيم من لفظه وأصله فذكر بإسناده عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحضروا موائدكم البقل فإنه مطردة للشيطان مع التسمية. أحضروا موائدكم البقل. البقل فإنه مطردة للشيطان مع التسمية. قلت من أحسن إليكم في الحاشية مطردة يا مبعدة وهذا حديث ضعيف أو موضوع. ضعيف أو موضوع. رواه ابن عين في أخبار أصفهان. أحضروا موائدكم البقل. البقل فإنه مطردة للشيطان مع التسمية. واضح. هذا بس ضعف. نعم. أما الحديث الذي رويناه عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في الحبة السوداء شفاء من كل داء فهو غلط ممن رواه. إنما هو عن أبي بكر بن أبي عتيق عن عائشة رضي الله عنها وهو عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق. إنما هو عن أبي بكر ابن أبي عتيق عن عائشة رضي الله عنها وهو عبد الله ابن محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق. وهؤلاء هم الذين قال فيهم موسى بن عقبة لا نعرف أربعة أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم هم وأبناؤهم إلا هؤلاء الأربعة. فذكر أبا بكر الصديق وأباه وابنه عبد الرحمن وابنه محمد أبا عتيق والله أعلم. لكن هذا ليس محمد هذا ابنه أبا عتيق يعني ابنان. يعني هو والد أبو بكر وأبو بكر وابنه عبد الرحمن وابنه الآخر وحفيده الظاهر. حفيد من؟ حفيد أبي بكر يعني محمد بن عبد الرحمن بن بكر. قال لا نعرف أربعة إيش؟ نعم لا نعرف أربعة أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم هم وأبناؤهم إلا هؤلاء الأربعة. فذكر أبا بكر الصديق وأباه وابنه عبد الرحمن وحفيده وابنه محمد أبا عتيق والله أعلم. النوع الخامس والأربعون معرفة رواية الأبناء عن الآباء. العكس. نعم قلت في الحاشية عكس النوع الذي قبله. النوع الذي قبله رواية الآباء عن الأبناء وهنا رواية الأبناء عن الآباء. هذا كثير. نعم. صوري. قال الماتن ولأبي نصر الوائلي الحافظ في ذلك الوائلي الحافظ في ذلك كتاب وأهمه مؤلف. نعم نعم
وأهمه ما لم يسمى فيه الأب أو الجد. وإيش؟ وأهمه ما لم يسمى فيه الأب أو الجد، وهو نوعان، أحدهما رواية الابن عن الأب عن الجد نحو عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وله بهذا الإسناد نسخة كبيرة أكثرها فقهيات جياد. وشعيب هو ابن ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو ابن العاصي، وقد احتج أكثر أهل الحديث بحديثه حملا لمطلق الجد فيه حملا نعم وقد احتج أكثر أهل الحديث بحديثه حملا لمطلق الجد فيه على الصحابي عبد الله بن عمرو بن العاص نعم عبد الله بن عمرو دون ابنه محمد والد شعيب لما ظهر لهم من إطلاقه ذلك. ونحو بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، روي بهذا الإسناد نسخة كبيرة حسنة، وجده هو معاوية بن حيدر القشيري رضي الله عنه. وطلحة بن مصرف عن أبيه عن جده، وجده عمرو بن كعب اليامي ويقال كعب بن عمرو اليامي ويقال كعب بن عمرو رضي الله عنه ويقال كعب بن عمرو. الثاني رواية الابن عن أبيه دون الجد، وذلك باب واسع، وهو نحو رواية أبي العشراء الدارمي عن أبيه وهو نحو رواية أبي العشراء الدارمي عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه معروف، وقد اختلفوا فيه، فالأشهر أن أبا العشراء هو أسامة ابن مالك ابن قهطم، والله أعلم. النوع السادس والأربعون، معرفة من اشترك في الرواية عنه راويان. كم باقي من الأنواع؟ الآن السادس والأربعون، وهم هو الله يحسن إليك 65. ها؟ هو 65 يعني جلسة وجلستين، يعني إذا أخذنا شوية وقت ها؟ لعلها ثلاث جلسات الله يحسن إليك. نعم فعل هذا بارك وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع هدى وصلى على محمد وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.